قول لي يا ولد يا لب قلبي، ايه احوالك؟ لساك زين؟ لسه خابر انك لسه شمرت في خيرك، ولا الوقت يا ولد الخيص مش على بالك؟ مالك شارد مش بتنور زي عاداتك؟ ايه في يمينك ده محمولك؟ شغلك عني قاعد دايما بيه في الظل، كل اوجاتك دايما فيه راكع ليه، فين سمارك المتحن في طمي النيل؟ ابيضيت والله بياضك، عمره ما جاب الحمر في ايدي، مالها عيونك مش في عيوني؟ باصص دايما ليه في الارض؟ صلي يا ولدي ولا نسيت الصلاه والفرض؟ كنت زمان لما اجي ناديك تجري تفط تنط زي الجوت، تكون قدامي خطويك تاهت بين التوك توك واليوتيوب. قول لي يا ولدي للمحمول صليت كم ركعه؟ قمت قيام الليل النت، صليت فجرك على الفيسبوك، اتصفحت الشير كم صفحه، ولا قريت قران الفجر؟ انا ما انكرش العلم اتقدم، بس العلم ما قالش يا ولدي انك تهمل كل حياتك وانك تزعط ابوك لو نصحك. نفسي يا ولدي ترجع عابد زي زمانك، تبقى بساطتك احلى ما فيك، تاخد من المحمول حسناته اما الباقي تسيبه لحاله. بحر النت يا ولد غويط ما تقوطش لا تغرق فيه، شير حكمه خد كم حكمه والله بناقص، بص لكل الكون حواليك تشبع نور من رب النور، ولا دريت الخلق تقول ان الواد عبد الرحمن بقى شيخ عابد بالمحمول. متابعينا الكرام المصريين موقع مصر في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد من القناه. احنا النهارده موجودين مع الشاعر التفاهاني، يعني النهارده مش بنيجي نشتري من عنده، لازم يمتعه بصوره وبشعر. النهارده معانا عم جابر صاحب القصائد الرائعه، عامل لنا احلى مفاجآت كمان بمناسبه احتفال ب 6 اكتوبر. ايوه طبعا كل سنه وكل الشعب المصري بخير. طبعا عايزين نسمع منك بقى حاجه بمناسبه 6 اكتوبر، حاجه مفاجاه لعين مصر. انا اي حاجه. من كام سنه في نفس الميعاد، من صغر سني حاسس كاني من نظره واحده والمره واحده واقف هناك وسط الولاد عالضفة نستنى الميعاد، جوانا نار ولعها طار، حالفين نزيح الليل ونجبلك نهار، خطوينا حضناها الرمال تدهس افاعي الغدر وتدك الجبال، تهدم افاق تهدم تهدم جدار الصمت وتصح اللي كان في اللحظه دي، عبرت قلوبنا واختلط دم الشهيد بدمع الفرح، يملالنا القنال يغسل غبار العار، يهدينا اللي جاي، قوم من رقدتك شوف نشفنا دم الخوف، بايدين ولاد تمسح دموع كانت على الخدود من وقت فات، كان نفسي مره تكون هناك جنب البطل عبد العزيز، انسان لذيذ في عيونه ضحكه ما تتنسيش، لكنه نار تحرق حصون الذل وتعز العزيز. انا شفته ساعه ما انضرب والدم سال، الابتسامه هي هي كانه كان واخد نشال، سبقت دموعي فرحته، مسح ملكت عيونه ضحكته، حضنت تراب خدوده ورملها، زرع العلم على ارضها وعاش هناك ابطال عظام، ضحوا ومحدش قال بكام، عبد العزيز احمد فريد عبد العاطي سيد سعيد، لكنه كان بينهم بطل، قلبي انا من نظره واحده والمره واحده اموت هناك واعيش بطل. الله تسلم، بجد حاجه جميله. الحمد لله. ايه تاني يا محمد؟ في قصائد ايه تاني بمناسبه 6 اكتوبر؟ في قصائد كتير والله، بس انا مش يعني مش يعني مش يعني مش تمتعنا النهارده وتمتع كل المتابعين ومتابعي موقع والله كان اللي بيشاهدونا الان.
هتدوقه شويه هناخد كمان حاجات يعني انت طبعا بتعمل غزل كمان طبعاً في غزل في كل حاجه عايزين كمان يعني بالنسبه للتاسف عايزين كمان قصيده ل 6 اكتوبر والابطال طبعا اللي هم يعني في والله قصايد ياما بس انا مش متذكر يعني حاليا يعني كان في حاجه صغيره كان في ايه قصيده لواحد مفقود في حرب 6 اكتوبر عامل له حاجه يعني طب يلا بطل من بلدنا هنا من مركز المحموديه تمام اتفضل مستنيينك كلنا تحكي الحكاوي كلها ازاي سافرت وازاي عبرت وازاي مسحت الدمعه من فوق خدها لكن الخبر قال البطل هيعيش شهيد على ارضها بس اللي خلد قصتك ان الصبيه حكت الحكايه بغربتك قالت عليك انك ولد مولود على كفوف البلد وانك اسد لبى الندى لما العده جرب لتوب بنت البلد وانك عريس جاب فرحها نظف ترابها وارضها وعاش وسط الولاد وسط البطوله والشرف كانت هي دي حكايه ولد عدت سنين تملى الحنين عملوها غنيوه بلد وشعار يوحد كل ارض وشعار يوحد كل قلب بيخاف على تراب الوطن كمان انت عامل حاجه بقى غزل عندي لام العيال أي. ايه المناسبه ده ام العيال ديت لها حاجات كتيره قوي يعني, يعني مثلا انا قلت قصيده لواحده هنا النهارده وهقول واحده ثانيه قول لي بقى انا عايز حاجه جديده حاجه جديده عين مصر دايما بتطلع بالحاجات الجامده والحاجات الجديده يلا الله يا سلام حلوه الاحلام بالخلاصة في الكلام لما تكتر الهموم لازم تنام هتلاقيها في حزن أمك راح تاخدنا من ايدينا ترسى بينا في أحلى مينا في حضنها أهدى مدينة فيها أيامنا الجميلة لون بيوتها زي حنة وسط جنة بيت أماني وبيت أغاني وبيت جناين ترمضلة والزهور ألوانها زاهية لون محبة ولون مودة ولون بيهدي العمر كله قول في حيرتي وانشغالي باللي حاصل واللي كان فجأة دق القلب دقة قال شاف ساعتها طيف حنان بستان في أطراف المكان في صبية رمش عينها فات في قلبي من زمان قلت آه بس طعم الآه فرحة سرحة جوه القلب سرحة جيت أجرب من حدودها لقيت هناك بدري ساكن في خدودها والشفايف تسقي كل الورد جارها شعرها كان ليل هدير ونكب فوق فستان حرير طلت عليا ابتسمت توهت مني الكلام جيت مايل على الغرام جاتني جرصه من مدامك فزعت صحيت اول ايوه كل ده كان في المنام يلا خير لعله خير بصيت يمين لقيت همومي دايبه جنبي على السرير اتدهدت جوايا تدهدت ايام الله يا سلام قد ايه حلو المنام لو قلت لك في ظرف 30 ثانية ودقيقة تعمل حاجة لموقع عين مصر تفصيلة كده صغيرة ده عايز للناس اللي بتشوفونا واللي بيتابعونا دلوقتي هتقولهم ايه لموقع عين مصر هقول لهم يلا تفصيلة كده صغيرة 30 ثانية حتى او دقيقة مش عارف انت عايزة قعدة ماشي حاجة كده يلا يعني الموضوع يعني خيالك كده لا اقول لك واحدة صغيرة حلوة للموقع عين مصر والناس اللي بتشوفنا دلوقتي ربك لما أراد الخير جرف مصر النيل فرعين فرع محبة بيروي مودة وفرع رجولة يفيد في قلوبنا اليوم الدين بينهم دلتا بتطرح أصل شجرة فرحها تمد في كل ربايع مصر علشان كده أنا ابن النيل علم وفن أدب وتاريخ فرع جديد من شجرة مسك ريحة مد السابع جد